بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. كما وعدتكم، شخصية هذه الحلقة رجل عظيم اهتز له عرش الرحمن. من هذا الرجل؟ يسمى شفت صديق المهاجرين أبو بكر، يسمى صديق الأنصار. عندنا الصحابة مهاجرين وأنصار، مثل ما أبو بكر في المهاجرين، هذا الرجل في الأنصار. من عظم إيمانه ومن قوة دينه ومن شجاعته في دين الله عز وجل، إنه سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. حفظوا أولادكم هذه الأسماء، علموهم هذه الشخصيات، كفاهم عبثا ومضيعة للأوقات. شنو الأسماء اللي يحفظونها أولادنا؟ شنو الصور اللي يعلقونها على فنايلهم؟ شنو الشخصيات اللي يحفظون قصصها وتاريخها؟ وهذا سعره كذا، وهذا سعره كذا، هذا سعره 10 ملايين، وهذا سعره 5 ملايين. قولوا لهم يا أحبابي، هذا رجل يهتز له عرش الرحمن، مو تهتز له الملاعب والمسارح. اسمعوا لهذه القصة. إنه سعد بن معاذ، أول ما جاء النبي إلى المدينة وكان مقدما في قومه، استقبل النبي أحسن استقبال وهيئ له الجو. وفي أول معركة في بدر ذهب النبي مع الصحابة، طبعا المهاجرين قوم النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار استقبلوه في المدينة، والعهد اللي بينه وبينهم ما في يعني القتال. فسار النبي إلى معركة بدر وفيهم الأنصار والمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ايش رايكم، نقاتل ولا ما نقاتل؟ ما كان في البداية قتال، لكن بعدين صار قتال. قال: ايش رايكم، نقاتل ولا لا؟ قام أبو بكر، قام عمر، قاموا الصحابة، كل واحد يشجع النبي على القتال. الرسول ما أراد المهاجرين، أراد الأنصار. فقال سعد بن معاذ: كأنك تريدنا يا رسول الله، كأنك تبي تسمع رأينا. قال: نعم، أبي أسمع رأي الأنصار، أنا ضامن المهاجرين لكن أبي الأنصار، أول معركة الآن. فقال سعد بن معاذ كلمات والكل يسمع، قال: يا رسول الله، لقد جئتنا وصدقناك، وأخذ يتكلم عن فضائل النبي وأنت كذا ونحن كذا. ثم قال له، قال: يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر، لو دشيت فينا بحر مو تقاتل ناس، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، والله ما تخلف منا رجل واحد واثق من قوم كلهم ويتكلم بلسانهم. قال: والله لو تدخلنا بحر ونقاتل في وسط البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال له: يا رسول الله، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، يعني إذا شفتنا في المعركة راح تعرفنا. وفعلا خاضوا المعركة وقاتل سعد مع قومه قتالا عظيما شديدا. وكان سعد بن معاذ في المدينة يتلقى العلم من رسول الله وينهل من الإيمان، وكان يأمل أن يصل حبه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد وصل إلى ربه عز وجل. إنه سعد بن معاذ في العلم، في الجهاد، في القتال، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد قتالا شرسا، هو وقومه الأنصار، والأنصار ضربوا أروع الأمثلة في أحد، حتى أن أنس ابن النضر وغيره من الصحابة استشهدوا في معركة أحد وقد قاتلوا قتالا عظيما. منهم سعد قاتل الصحابة في معركة أحد، دخلت معركة السنة الرابعة، ثم السنة الخامسة معركة أو غزوة الأحزاب، تجمع المشركون كلهم على رسول الله يريدون قتله. المعركة معركة الأحزاب ترى فيها يعني نوع من الخوف. ليش؟ أول شيء المشركون كل الأمم تجمعت، مو بس قريش، لا كلهم، غطفان وقريش وكذا كلهم تجمعوا يريدون مرة واحدة أن يقتلوا النبي وأصحابه. والمشكلة الثانية أن المنافقين لما تجمع المشركون حول المدينة انسحبوا، فتزعزع الجيش ودخل الرعب وبلغت القلوب الحناجر
وتظنون بالله الظنونا. ثالثة الأثافي، اليهود نقضوا العهد، والصحابة وين؟ مشكلة وراهم بيوتهم عيالهم وحريمهم، واليهود نقضوا العهد، يعني الآن يغيرون على نسائنا وعلى أطفالنا. شفت المصائب الثلاث؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بدأت المعركة، تجمع المشركون وأحيانا يخترقون الصف. سعد بن معاذ كان متألما، ليش؟ لأن اليهود، هو أنصاري، هو الآن قائد الأنصار، هو سعد بن عبادة قائد الأنصار، والمصيبة اليهود كانوا أحلافهم، كانوا يعيشون معهم في المدينة بحلف، والمصيبة أنهم غدروا. تضايق سعد حتى أنه أصيب بسهم في المعركة، بأكحله برجله، وأخذ الدم ينزف. فقال سعد بن معاذ: اللهم لا تمتني حتى تريني في اليهود يعني عاقبتهم، لازم يا رب لا تجعلني أموت حتى أرى في اليهود يعني شيئا يشفي غلي، لأنهم نقضوا العهد. وصارت يعني الكآبة على المؤمنين، حتى الواحد ما يستطيع يقضي حاجته، والجوع والعطش والخوف، وبلغت القلوب الحناجر. والرسول يعدهم قصور كسرى والروم، حتى أرسل الله عز وجل ريحا أكفأت قدورهم وقلبت الحرب على المشركين، وإذا بالرعب يدخل إلى قلوبهم. فإذا بأبي سفيان قبل إسلامه يقول للمشركين: إنني راجع وإنني عائد، فمن أراد أن يعود معي فليعد معي. فانكفأ المشركون وتراجعوا وهربوا من المعركة. ذهب النبي إلى البيت يبي ينزع سلاحه بعد المعركة، خلاص راح حق بيت أم سلمة، فجاءه جبريل قال: ما تصنع؟ قال: أنزع سلاحي. قال: لا، فإنا لم نضع أسلحتنا، المعركة ما انتهت. قال: وما يعني شنو في المعركة؟ قال: اذهب إلى بني قريظة، كمل المعركة، اللي نقضوا العهد روح لهم الآن. فخرج النبي في الصحابة قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، المعركة ما انتهت. الصحابة مساكين تعبانين لكن مجاهدين، المعركة ما انتهت. وكان سعد يطبب، الجرح ينزف، يمكن يموت الآن. سعد سمع بالخبر أن الصحابة وين رايحين؟ حق بني قريظة، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى هناك. لما وصلوا إلى بني قريظة أبو لبابة جاءهم قبل، أبو لبابة سألوه اليهود، طلعوا الحريم والأطفال، قالوا: للرسول ايش حقه جاينا؟ يعني ذابحكم خلاص على اللي سويتوه. أبو لبابة خاف أن خان الله ورسوله، راح في المسجد يبكي، ربط نفسه في السارية وجلس يبكي. الرسول جاء حق اليهود يبي يقتلهم، فأخذوا يبكون ويتوسلون، عادة اليهود. قال: ماذا تريدون؟ يعني من يحكم بكم؟ قالوا: لا يحكم فينا إلا سعد بن معاذ. ليش؟ إيش معنى سعد؟ حليفنا، هو اللي كان حليفنا قبل الإسلام، أكيد راح يرحمنا. نبي سعد بن معاذ. قال: ترضون بحكمه؟ قالوا: نرضى. قال النبي: ائتوا بسعد. قالوا: جريح. قال: ائتوا به. حمل على حمار وأتي به، فلما وصل إلى رسول الله والصحابة جالسين قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. الرسول يقول: سيدكم؟ الله أكبر، ما إنسان هذا، هذا سيدكم. فأنزله الصحابة وأجلسوه وهو الجرح ينزف. فقالوا له: إن الناس اليهود ينتظرون حكمك فيهم، إيش تحكم فيهم؟ فنظر سعد إلى الصحابة قال: ومن ها هنا؟ يعني أنتوا ترضون بحكمي؟ الصحابة قالوا: نرضى بحكمك. فالتفت إلى يهود قال: ومن ها هنا يرضون بحكمي؟ قالوا: نرضى بحكمك. مستأنسين الحين اليهود أن الرسول راضي بسعد. الآن بقي الصحابة واليهود، بقي من بقي رسول الله. فنزل سعد رأسه وقال: ومن ها هنا يرضى بحكم، يقصد رسول الله. استحى أن ينظر إليه، استحى أن يقول إن الرسول يرضى بحكمي. فقال الرسول: أرضى بحكمك يا سعد. سعد يستحي أن يرفع رأسه عند رسول الله. انظروا للذين يرفعون أصواتهم على رسول الله ويردون حكم رسول الله، انظروا إلى أدب سعد مع رسول الله.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إنه أدب سعد بن معاذ مع رسول الله، قال أرضى بحكمك، يلا تدري شنو حكم؟ قال أحكم أن يقتل رجالهم وتصب ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال النبي الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله أكبر، أصبت حكم الله يا سعد، هذا هو حكم الله. والنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبكى اليهود فقتل رجالهم وسبي النساء والأطفال وقسمت الأموال. حكم الله أجراه على من؟ على لسان سعد ابن معاذ، قضى حياته في سبيل الله. أيام بعدها يزوره النبي حتى قضى ومات رضي الله عنه. فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز العرش لموته. لقد اهتز العرش لموت من؟ لموت سعد بن معاذ. بعد أن حمل وهو يذهب به إلى القبر، قال الصحابة: كأننا لا نحمل شيئا، ما في على أعناقنا شيء. قال: فإن الملائكة قد نزلت تحمله عنكم. الملائكة تشيع العرش يهتز له لمن؟ لسيد الأنصار سعد بن معاذ. إيمان وعلم وعمل وجهاد في سبيل الله حتى آخر المطاف. لما أدخل القبر بكى النبي، قالوا: ما الذي يبكيك؟ قال: لقد ضم ضمة في القبر، لو نجا منها سعد لنجا من بعده. حتى سعد ما نجا من ضمة القبر، ليست ضمة تعذيب ولكنها ضمة ترحيب لسعد بن معاذ. فقبره روضة من رياض الجنة. كان النبي يضرب المثل به وكان يقول أحيانا: مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. بشره النبي بالجنة واهتز له عرش الرحمن، قضى حياته في سبيل الله. شخصية، وأي شخصية! في الحلقة القادمة شخصيتنا ليست رجلا بل هي امرأة، هي أول من نصر هذا الدين، وهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي أمنا وأم المؤمنين، واست النبي وعانته بمالها ونفسها. من هذه المرأة؟ ما هذه الشخصية التي أحبها النبي حبا عظيما لآخر حياته؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة مع شخصية فذة من الشخصيات والعبر التي نستخلصها منها. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.